11 نب وبالمجموعة الثانية 3 نباتات أقل من الأولى، أقل من الأولى وتسلت تسلت بجمع 24 حلزونا. حلزونا حلزون. نعم كفاية. وتسطر لحظة يا عزيز. هاي ياسين أعد القراءة. ياسين تسمعني ياسين؟ ياسين هاي واصل يا عزيز، واصل اقرأ الأسئلة عزيز، شغل الميكروفون. نعم يا واصل اقرأ هاي. أسطر المعطيات المعطيات المساعدة على الحل. أحسب عدد النباتات المجموعة عدد ثلاثة. أحسب عدد عدد نباتات المجموعة الثانية النباتات الجملية جملي. نعم ياسين، ياسين تسمعني ياسين؟ نعم. هاي أعد القراءة هاي. إعدادي ملف حول النباتات، جمعت هدى مجموع مجموعتين من النباتات نباتاتي التلقائية بالمجموعة الأولى 19 نبتة، وبالمجموعة الثانية 3 نباتات أقل الأولى، وتسلت بجمع أربعة وعشرون حلزونا. أسطر المعطيات السطر المعطيات المساعدة على الحل. الحل ساعدتها على الحل. أحسب عدد النباتات المجموعة الثانية والمجموعة الثانية هي رقم المجهول. ثلاثة. أقرأ السؤال الثالث. السؤال الثالث أحسب عدد النباتات الجملي. مش نبدأ نعود للسؤال الأول، إيش قالوا لنا؟ أعد يا عزيز قراءة السؤال الأول. أسطر المعطيات المساعدة على الحل.
نعم، أين نجدها المعطيات؟ في النص. أين نجد؟ أين؟ في النص. في النص، في السند، هذا الأول سموه سند. ها؟ واضح؟ هاي باش نسطروا المعطيات، معناها ماذا؟ إيش معناها معطيات؟ يعني معلومات، المعلومات المتوفرة لدينا. إيش عندها معطيات؟ باش نسطروا هاي؟ الرقم والمجموعة الأولى. إذا عدد، إذا أو المعطى الأول أن نعرف أنها جمعت مجموعتين الساعة. أيوة، مجموعتين من النباتات. المجموعة الثانية. إذا هي رقم المجهول. إذا المجموعة الأولى 19 نبتة. نعرف عدد نبتات المجموعة الأولى. ها 19 نبتة. هذه معلومة معطى. المعطى الأولي شنو؟ والمجموعة الثانية مجهولة. مجهولة، لكن ثم معطى، ثم معلومة هنا شنية يا عزيز؟ نعم. ماذا كتبوا حول المجموعة الثانية؟ إيش قالوا لنا عليها المجموعة الثانية؟ ياسين ماذا قالوا عن المجموعة الثانية؟ شكون يقرأ الجملة متعلقة بالمجموعة الثانية؟ ترى اقرأها يا عزيز، اقرأ يا عزيز. وبمجموعة الثانية ثلاث نباتات أقل من الأولى. أيوة، معناها في المجموعة الثانية ثم ثلاثة نباتات، شو رأيك؟ نعم ثبت، شوفوا مليح. وبالمجموعة الثانية ثلاثة نباتات أقل من الأولى، معناها أن المجموعة الثانية فيها ثلاثة؟ لا. أيوة، إذن شنو مال هذا؟ ما هذا؟ ما هذا المعطى؟ فسر لي ترى. نعطيك مثال أسهل. مثلا أنا عندي خمسة كوجات وأنت عندك أقل مني بثلاثة كوجات، كم لديك من كوجة أنت؟ لدي عزيز. نعم ذكر عندي. لما أسمعك عزيز. نعم. هاي كم لديك من كوجة أنت؟ لدي ما سمعتكش يا عزيز. ياسين معنا؟ اقرأ الجملة المتعلقة بالمجموعة الثانية يا ياسين. ترى الثانية وبالمجموعة الثانية ثلاثة نباتات أقل من الأولى. إيش معناها هذه؟ فسرها لنا ترى. يعني عملية إلا معناها بالمجموعة الثانية ثلاثة نباتات؟ لا لا. فسر لنا. المجموعة الثانية هي 16. لا لا، ما قلتلكش كم المجموعة الثانية، فسر لنا الجملة هذه، إيش معناها؟ إيش يقصدوا هنا؟ معناها المجموعة ماذا؟ المجموعة الثانية أقل من المجموعة الأولى ولا أكثر؟ أقل. أقل، ف
فهمت يا عزيزة؟ المجموعة الثانية أقل من المجموعة الأولى بكم؟ شنو؟ بثلاثة. الفرق بين المجموعة الثانية والأولى هو ثلاثة نبتات. نعم أقل بثلاثة. نعم أولا أقل من الأولى. نعرف أن المجموعة الثانية أقل من المجموعة الأولى بثلاث نبتات. عزيز. نعم. إذن المثال كما المثال الذي ذكرته منذ قليل، أنا عندي خمسة كجات وأنت عندك أقل مني بثلاث كجات، كم لديك من كجة؟ عزيز كم لديك من كجة أنت؟ اثنين كجتين. كجتين. لحظة يا ياسين، لحظة يا ياسين، خلي عزيز صوت غير واضح يا عزيز. اثنان، ما هي العملية التي قمت بها؟ خمسة نقص منها. شنو العملية التي قمت بها؟ خمسة إلا خمسة إلا ثلاثة. إلا ثلاثة، لحظة. إذن يساوي إذن هذا عدد الكجات الذي أملكه. لحظة، هذا عدد الكجات الذي أملكه أنا خمسة. ثلاثة هو الفرق بين، سموه الفرق بين عدد الكجات التي أملكها وعدد كجات عزيز. واضح، يساوي اثنين. اثنين هو عدد كجات عزيز. واضح يا عزيز؟ نعم واضح. إذا نفس المثال هنا فقط تغيرت الأعداد. فالمجموعة الثانية أقل من المجموعة الأولى بثلاث نبتات. سيدي. ردوا بنا. بس سطرنا المعطيات، ما زالش معطى آخر. نعم. ما هو المعطى الذي لم نسطره؟ مجموعة الحلزون. مجموعة الحلزون 24 حلزونا. حلزون هذا هل هو مساعد؟ هل هذا المعطى مساعد على الحل ولا لا؟ لا. شوفوا الأسئلة هنا، الأسئلة كلها حول ماذا؟ حول النباتات. نباتات، إذن فهذا المعطى هل له علاقة بالنباتات الحلزون 24 حلزون؟ عزيز نعم نسطروه، معناها حتى هو مساعد على الحل، عنده علاقة بالحل هنا. قالوا لنا أسطر، ركز مليح يا عزيز، قالوا أسطر المعطيات المساعدة على الحل اللي باش تعاوننا باش نحلوا. لا. لا. إذن هذا ما عنده حتى علاقة بالحل، هذا لا نسطره، هوش هام، زائد، معطى زائد أو دخيل أو ها؟ باهي، هاي السؤال الثاني تو، اقرأ يا ياسين السؤال الثاني. السؤال الثاني، أحسب عدد النباتات المجموعة الثانية. الثلاثة. آه إذن باش نكتبوا هنا لفظيا عدد نباتات المجموعة الثانية. لحظة. عدد نباتات المجموعة الثانية هكذا، وتحتها نكتب العملية. ترى أنتم العملية على اللوحة الآن. اللوحة. اللوحة. على اللوحة العملية المناسبة. نعم. نعم. عدد نباتات المجموعة الثانية. نهاية. يلا. نهاية. تحت يا عزيز. يا ياسين عفوا. رفع. ها؟
انتظر حتى يكمل عزيز. هاي عزيز انهيته؟ هاي نعرف الالواح هاي؟ 19 هاي عزيز. عزيز ارفع اللوحة. نزل اللوحة يا ياسين احسنت، نزل اللوحة. عزيز ارفع اللوحة. لا عزيز ألم تقل لك ستير خاصة بالعربية عندما ينادي ذاك المعلم ترفع اللوح؟ اسكت يا ياسين. هاي عزيز هاي ترى اقرا العملية عزيز. عزيز اقرا العملية التي 19 إلا 3 كتب 19 إلا 3 يساوي يساوي كم؟ 22. عملت طرح ولا جمع؟ طرح. كيفاش مالا ثبت 19 انقص منها 3 يساوي 22 عندما نطرح ينقص العدد ولا يزيد؟ ينقص ينقص يا ياسين احسن. عزيز كم يساوي يا عزيز؟ يساوي شوف مليح، شوف يدي يا عزيز، شوف يا عزيز شوف نعم. اليد بتاعي، شوف اليد، شوف اليد الآن. نعم باهي، نفترض أن هذه 19 الآن باهي، وباش نقص نعم. يعني سنحسب عكسيا 19 ناقص 1 شو يولي 18 عشر. شوف اليد بتاعي ناقص 1 آخر كم؟ 19 16. تبع معي. نعم إذن 19 إلا 1 18 إلا 1 17 إلا 1 16. إذن 19 إلا 3 يساوي 16. فهمت كيفاش ولا؟ عد عكسي. إذن 16. إذن عدد نباتات المجموعة الثانية 16 هو 19. باه هاي السؤال الثالث. السؤال الثالث اقرأ يا عزيز السؤال الثالث. السؤال الثالث أحسب عدد النباتات الجملية. عدد نكتب إذا عدد النباتات الجملية. شنو هي العملية اللي باش نعملوها يا عزيز؟ نوعها نوع العملية جمع ولا طرح؟ جمع. تراه يا الوي على اللوحة تراه. Thank you.
انهينا؟ لا لا. هاي تراح نرفع الالواح هاي؟ نعم انتهي. لا لا. هذه المرة سابقة يا عزيزي يا سيدي. هاي نرفع اللوح. لحظة حسن. بس ارفع اللوح. هذا هو. ساوي ماذا؟ اقرا العمليه يا عزيز ترى. عمليه؟ نعم العمليه التي قمت بها اقراها ترى. 19 مع 3 مع 24. لحظه باش نكتب ما قلته هو. 19 مع 3 تابع معنا يا. مع 3 مع 24 هذه العملية التي قام بها عزيز كما؟ نعم. بات السؤال شنو هو؟ أعد قراءة السؤال يا عزيز ترى. عدد النباتات الجملية. باه النباتات قلنا كم من مجموعة النباتات هي؟ النباتات كم من مجموعة؟ ثلاثة. ثلاث باه نرسمه ثلاث. هذه مجموعة أولى وهذه مجموعة ثانية. أنت قلت ثلاثة وهذه مجموعة ثالثة. المجموعة الأولى كم بها من نبتة؟ 19. 19 ها وعندنا بالمجموعة الأولى 19 نبتة. اكتبوها هنا 19. تابع معي. المجموعة الثانية كم بها من نبتة؟ ثلاثة. موافق يا ياسين؟ لا. كم بالمجموعة الثانية؟ المجموعة الثانية 23. وين شفت 23؟ عزيز ركز شوية عزيز، ماذا بحثنا في السؤال الأول هنا؟ 19 هذه المجموعة الأولى. 19 المجموعة الثانية 16. هاي يا عزيز بحثنا عنها منذ قليل، عدد نباتات المجموعة الثانية 16. المجموعة الثانية بها 16. باه هاي يا عزيز. والمجموعة الثالثة التي قلت كم بها من نبتة؟ 24. أين وجدت هذه 24؟ وين شفتها؟ تراها اقرأ لنا وين؟ عند حلزون. خلي عزيز ياسين لحظة. وتسلت بجمع 24 حلزونا. حلزونا ونحن نبحث عن ماذا؟ النباتات. عزيز نحن نبحث عن ماذا؟ إذا هل الحلزون نبتة؟ ها؟ لا. إذا وقلنا منذ قليل أن هذا المعطى دخيل زائد. إذا بالتالي النباتات كم من مجموعة النباتات؟ كم من مجموعة النباتات؟ نباتات؟ ياسين كم من مجموعة النباتات؟ نبات. نعم 16. كم من مجموعة؟ مجموعة تاني مجموعة. الأولى فيها 19 ومجموعتين. مجموعتين. نعم. والثانية 16 فقط يا عزيز. إذا شنو هي عدد النباتات الجملي العملية هنا شنو نعمل؟ هكذا أنا ما فعلت.
طيب نعم، اي صلح العمليه يا عزيز، اعطيني العمليه الصحيحه الان. شنو هي عدد النباتات الجملي؟ 19 مع 16 يساوي. احسنت، يكفي يكفي، احسنت. ها واضحه ولا يساوي 19 مع 16 يساوي، واضح. سنقوم بها عموديا، حب نشوفها عمودية على اللوحة، هذه العملية عمودية، يلا على اللوحة. هكذا عمودية. انهيت. انهيت. هاي. انهيت. هاي ارفع اللوح. عزيز ثبت الخلفيه اللي وراك، ثبتها ما عادش تحرك، خليها عاديه الخلفيه. لا خليها خلفيه عاديه ثابته. نعم هاي ارفع اللوح. فات به انا مش صلح وين. طيب نزلوا لوحين. هاي 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 يا سيني اقرا ترى. بس 16 9 مع 6 يساوي 15. احسنت، اذا نكتب 5 ونضع الواحد الخاص ب 15 فوق ونحتفظ بواحد. نحتفظ بالواحد. وواحد مع واحد مع واحد يساوي 3. نعم، واحد مع واحد مع واحد يساوي 3. إذا كم كم عدد النباتات في الجملة؟ 35. 35. 35 نبتة هو عدد النباتات الجملي. 35. واضح. عزيز يا عزيز، مفهومة توا؟ واضحة؟ نعم. طيب ردوا بالنا، ديما نقرأ جيدا ونفهم المعطيات والعلاقات بيناتها باش نجم نعمل العملية الصحيحة. باي سامسح هذا. هاي اقرأوا في قراءة صمت الوضعية الثانية. الوضعية الثانية؟ نعم، اقرأوا من الكتاب. أسهل. نهاية القراءة. طيب أنهيت يا عزيز؟ ممكن أن أذهب أشرب ماء؟ بسرعة سلسة. عزيز؟
يا عزيز شغل الكاميرا. ياسين أين أنت ياسين؟ قرأت الوضعية عزيز؟ لقد عدت. هاي طيب اقرأ ترى الوضعية هاي. لا انطلقت حافلة من المحطة وعلى متنها متنها 14 طفلا وستة عشر امرأة وثمانية عشر رجلا نزل في المحطة الموالية 15 راكبا أحسب عدد الراكبين في الركاب في الحافلة عند الانطلاق أحسب عدد المسافرين الذي واصلوا رحلتهم الرحلة. نعم شوف إذا ماذا سطرت على الشاشة ترى قول لي شنو اللي مسطر هذاك سطرت بالأحمر نعم الأحمر 14 طفلا و 16 امرأة و 18 رجلا إيه ماذا تعني؟ شنو هم هذوما اللي سطرته؟ ماذا تعني؟ يعني كم عدد الطفل؟ كم عدد الأطفال؟ إيه؟ كم عدد الأطفال؟ وكم عدد الإمرأات؟ النساء؟ كم عدد النسوة؟ إيه؟ وكم عدد الرجال؟ أين؟ عند الحافلة. إذن هم ركاب الحافلة. بمعنى أني عندما أضعهم كل في مجموعة واحدة سميهم وضم مجموعة ماذا؟ نعطي اسم للمجموعة هذه مجموعة الركاب. تذكروا الدرس الأولاني اللي قرينا على المجموعات ولا؟ نعم. إذن هي مجموعة الركاب وتتكون من الأمس. نعم تتكون من أطفال أطفال والنساء أو امرأات و رجال مجموعة الركاب رمزها ركاب صغرى مجموعة الأطفال ركاب من الأطفال ركاب من النساء وركاب من الرجال واضح؟ واضح نحن المطلوب منا في السؤال الأول ماذا؟ عملية حسب سنبحث عن هذه المجموعة الكبرى كم؟ هذه المجموعة يعني مجموعة الركاب عند الانطلاق معناها مجموعة الركاب في الحافلة هذه هنا كم؟ كم عدد ركاب الحافلة؟ كم عدد ركاب الحافلة؟ حافلة. شنو العملية التي سنقوم بها؟ ما نوع العملية يا عزيزي؟ عملية معنا يا عزيز ولا؟ نعم. إذا استمعت إلى ما قلت هذا التفسير المجموعة كيف؟ لدينا مجموعة كبرى هي مجموعة الركاب. وداخلها مجموعة الركاب هذا رمزها مجموعة أطفال ومجموعة نساء ومجموعة رجال المطلوب منه هو أحسب عدد الركاب يعني هذا الركاب هما هذا هو عدد الركاب هذا اللي بنفسجي مجهول لا نعرف إذا هنا باش نحطوا عنوان لحظة السؤال الأول
عدد الركاب في عدد الركاب أو عدد ركاب الحافلة عند الانطلاق. عند انطلاقها، عند الانطلاق، هذا هو السؤال. ما هي العملية التي سنقوم بها؟ عملية حس جمع. جمع يا عزيز، عملية جمع ترى قوموا بها على اللوحة. ابحثوا عن عدد ركاب الحافلة عند الانطلاق. ابحثوا على اللوحة. اللوحة. نعم. هاي يا عزيزي، انهيت. لا اهلا، ثمانية انهيت يا عزيز. لا هاي نعرف لو هاي ياسين معنا. هاي عزيز، ترى العملية شنية التي كتبتها؟ عملية كتبت 14 مع 16. لحظة، مع 16 مع 18 مع 18 هاي يساوي هكا. ما أتركها جانبا، سنقوم بها عمودية. لحظة يا سيدي، أنا قريتها لك عموديا. بقى إيه بقى؟ ها باش نعملوها، لحظة خلينا نكتبها ونقوم بها عمودية. 14 مع 16. يساوي ماذا؟ لحظة، لما تقولش يساوي. لم أخذ يساوي نتيجة مع 18. بقى الآن نريد العلامات. سيدي انهيت. باه، هاي عزيزي. نعم. يلا ترى كيف سنقوم بهذه العملية الصعبة؟ ترى إذا كانت نجمها معناها ممتاز. هاي ترى. نعم. 4 مع 6 يساوي 10. هاي. نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد. لكن ما زال عندنا، لم تنتهي العمل، العمود لم ينتهي. لاحظ يا عزيز، 4 مع 6 مع 8.
سبعة مع ستة مع ثمانية يساوي 18. نكتب 8 ونحتفظ بالواحد. أحسنت، ممتاز. نكتب 8، لحظة، ونحتفظ بالواحد. بالواحد. ها؟ لا احنا كده نجرب. نحتفظ بالواحد. ها؟ واصل أي؟ ب؟ ثم؟ واحد 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 مع واحد مع واحد مع واحد يساوي 4. يساوي النتيجة 48. لحظة، خليك. 48 يساوي 4. إذا عدد ركاب الحافلة كم؟ 4. 8 و4. نعم، 48 راكبا. 48 راكب. طيب، موافق يا ياسين؟ نعم موافق. ممتاز. السؤال الثاني، اقرأ ياسين السؤال الثاني. السؤال الثاني، هو عدد المسافرين الذي رحلته. نعم، عدد المسافرين الذين وصلوا رحلة، ماذا حصل في الطريق؟ نرجع للحكاية بتاعنا للسند، ماذا حصل في الطريق؟ في محطة من المحطات ماذا حصل؟ خمسة عشر خرجوا من الحافلة. خرجوا، نزلوا، إذا نزل في المحطة 15 راكبا. وقت نقول نزل معناه زاد العدد ولا نقص في الحافلة؟ نقص نقص. إذا شنو هي العملية اللي باش نقوموا بها؟ عملية طرح. مو عملية طرح. إذا باش نكتبوا، إذا طابولة عدد المسافرين الذين واصلوا الرحلة على اللوحة، ترى العملية المناسبة. عدد المسافرين الذين واصلوا الرحلة، فهمت يا عزيز ولا؟ نعم. يلا عدد المسافرين الذين واصلوا الرحلة. نهيت. هاي. نهيت. هي يا ياسين، طيب ننتظر قليلا العزيز. نهيت. باه، يرفعوا اللوحة. ترى ارفع، قرب اللوحة يا ياسين. واضحة. واضح، قرب يا باه. ترى انزل اللوح، نزلوا اللوحة. اقرأ عمليتك يا عزيز. ترى عدد المسافرين الذين وصلوا من الرحلة 15. كيف ذلك؟ شنو العملية اللي قمت بها؟ خمسة مع عشرة يساوي 15. منين جبتها الخمسة والعشرة؟
شوف يا عزيز، الحافلة انطلقت وبها كم من راكب؟ ثمانية وأربعون. يعني باش نكتبهم فوق الحافلة هنا، تشوف فيهم ولا؟ نعم. 48 جاءت في المحطة هنا، مثلا في المحطة هذه مثلا، أنت إذا سارت لحظة، سارت الحافلة في الطريق إلى أن وصلت هذه المحطة، متفقين؟ نزل منها كم؟ نزل منها خمسة عشر. خمسة عشر راكب نزلوا، يعني نقص عدد الركاب ولا زاد؟ نقص. نقص. إذا الآن الحافلة باش تواصل رحلتها، هاي المحطة هنا باش تواصل الرحلة. نغير اللون، تابع معنا، باش تواصل الآن الحافلة إلى هنا المحطة، هاي هنا كم بها من راكب هنا الآن عند الانطلاق من جديد؟ كم بها من راكب؟ هذم عدد الركاب الذين نزلوا، 15. كم هنا إذا عدد الركاب في الحافلة هنا؟ تصوروا هذه الحافلة بتاعنا، ها هي تسير من جديد، هذه الحافلة باهي؟ نعم. هاي حبوا نعرفوا كم بها من راكب توا. كيف شنو العملية يا عزيز؟ العملية انطلقت وبها 28 راكب، في المحطة هنا نزل 15، وصلت الحافلة رحلتها كم بها من راكب؟ ثمانية وعشرين. 48 نقص منهم خمسة عشر. أحسنت، نقص منهم 15 لأن نقص العدد، واضحة الوضعية؟ نعم. نعم يساوي يا ياسين معنا ولا؟ نعم. هاي هذه العملية المناسبة، 48 إلا 15 هذوما نقصوهم، انتهى نطرحوهم، ها باش نعمل لهم خط، نقصوا خط، انتهى ما عادش هذوما، نزلوا، إذا 48 إلا 15 يساوي 33. يساوي نقوموا بالعملية عمودية، باش نقوموا بها هنا عمودية، إذا 48 إلا 15 يساوي، هاي شكون يقوم بالعملية ترى؟ أنا. هاي عزيز، هاي عزيز. لا مجاوب. ما يسالش، مازال عندنا إلا. هاي يا عزيز، ثمانية إلا خمسة ثمانية إلا خمسة كم يساوي؟ يساوي اثنان. لا هاي كما عملنا نبكي، نفرض أن اليد، ولا أعمل ثمانية باليد، ثمانية بيديك، ثمانية أصابع، وإلا تعمل ثمانية خطوط كما تحب، عندنا برشا طرق، ثمانية أصابع ونقص منهم ثلاثة، نقص منهم خمسة، يلا بسرعة ترى خلينا نشوف كم يبقى. ثمانية أصابع، شوف هنا على الشاشة، ثمانية أصابع،
ناقص منهم خمسة. نعم خمسة نقصنا، كم بقي؟ كم يبقى؟ عزيز كم يبقى؟ ثلاثة. ايش رايك ياسين، موافق ولا؟ موافق. يبقى ثلاثة. هنا نعمل بالخطوط يا عزيز، نرسم ثمانية خطوط وناقص منهم خمسة. أنا أعرف. هاي واصل يا ياسين العملية. لا، أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة، يساوي 33. إذا أحسنت، يساوي ثلاثة. إذا فعلت هكذا. طيب ممتاز، 33. 33. إذا بقي بالحافلة 33 راكبا. 33 ونكتب هنا نجم. ها هو هنا الحافلة الآن وهي تواصل طريقها ب 33. 33 راكب. نعم. إذا 48 تبع هنا إلا 15 نقصناهم، مقطوع نقصناهم، بقي 33 راكب. واضح يا عزيز؟ لأن 15 هي 10 و5. نعم. هاي نمشي للتمرين على الثلاث. يلا تقومون على الكتاب بقلم الرصاص، والعمليات العمليات على الكراسات. الكراسات أيضا؟ نعم، وتكتبوا النتيجة على الكتاب على قلم الرصاص بسرعة. أسمع أكتب. لحظة. طيب أنا أنهيت على الكتاب، سوف أقرأ على الكلاس. إذا صنف ماهر مجموعة الطوابع البريدية في الجدول التالي، طوابع صغيرة طوابع كبيرة على عدد الجملي. إذا نقرأه أفقيا الجدول هذا، العدد الجملي للطوابع، ما نوع العملية هنا التي سنقوم بها يا عزيز في السطر الأول؟ السطر الأول عملية ماذا هنا؟ باش نبحث على العدد الجملي للطوابع. عملية جمع أو طرح؟ جمع. جمع. في السطر الثاني يا ياسين. السطر الثاني؟ ما هي ما نوع العملية هنا؟ عندنا طوابع صغيرة 25، طوابع كبيرة مجهول. الطوابع الكبيرة هي 53. ما نوع العملية؟ جمع وإلا طرح؟ باش نبحثوا على المجهول. طرح. والسطر الثالث عزيز، عندنا الطوابع الصغيرة مجهولة لا نعرفها، الطوابع الكبيرة 22، عدد الجملي للطوابع 79، ما نوع العملية هنا؟ عملية جمع. ثبت مليح، عندك الطوابع الصغيرة ما تعرفهاش، الطوابع الكبيرة تعرف 22، المجموع العدد الجملي. إذا نحن نريد أن نبحث عملية طرح ليس جمع. ركز شوي يا عزيز،
مش نحاول يعني باش نرسم لكم كل سطر بمجموعة، باش نرمزوا لها بالمجموعات كما شفنا في الحصة الحصص الأولى. هذا العدد الجملي. نهيت خلاص كله. منذ العدد الناقص هي لا لا لحظة يا سيدي. نعم لحظات نكمل نكتب هذا. سيدي أقول كيف عرفت الأرقام الصحيحة؟ لأنني في البيت، عملت الصفحة هذه وجمدتها على الكراس. نعم هكذا أعرف. عزيزة انهيت؟ لا هاي الوضعية أمامنا مرسومة، مثلناها في المجموعات السطر الأول والثاني والثالث. كنت آخر شيء ناقص هي 75. لحظة أنا هاي بقى. هاي السطر الأول ترى عزيزي المجهول اللي هو المجموع العدد الجملي، هذا مجهول. شفت الرسم ولا؟
يعني المجموعة الكبرى. نعم. هاي شو نعمل؟ العملية شنية ترى؟ العملية 26 للبحث عن هذا المجهول. 26 مع 49. أحسنت. ها مش حط نضعها في الوسط. 26 مع 49 يساوي كم وجدت؟ كم وجدت؟ وجدت قوموا بقى مع بعض. ناي هاي ترى، يلا هاي هاي مكتوبة أمامك، ترى ابدأ العملية. 6 مع 6 مع 9 يساوي 15. هاي شو نعمل؟ نكتب الخمسة ونحتفظ بالواحد. ها نكتب 5 ونحتفظ بالواحد. ها واصل واصل. 2 مع 4 يساوي 6. ها مع الواحد واحتفظنا بواحد. يساوي 7. نعم لحظة خلينا نصغر الواحد. هاو الواحد هنا. 2 مع 6 يساوي 2 مع 4 يساوي 6 مع 1 يساوي 7. يساوي 7. الآن دوري. هاي الآن دورك يا العملية الثانية. نعم الجزائر. نوع العملية الثانية يا إذا هنا المجهول باش نكتبه هنا 75. نكتبه في الجدول هنا. لحظة يا ياسين حتى نكتبه الجدول هنا. 75. 75 عدد الجمل. هاي الثانية، ما هي نوع العملية يا ياسين؟ نوع العملية عملية إلا طرح. إذا لاحظوا هنا الرسم، شوفوا في الرسم ما هو هنا ولا؟ نعم. عملية إذا المجموعة الكبرى بها 78 داخلها مجموعة فيها 25 ومجموعة مجهولة. 78 إلا 25 يساوي. يكفي يكفي يكفي، ما تقولش النتيجة. يكفي. واضح يا عزيز ولا؟ واضح. إذا لأن هذوما الاثنين المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية المجهولة مع بعضهم يساوي 78. عندما نطرح إحداهما من المجموع الجملي سنجد الأخرى المجهولة. إذا 78 إلا 25 سنجد هذا المجهول. يساوي 53. واضحة؟ واضحة. لحظة خلنا نمسح. أعد العملية. 78 إلا 25 إلا 25. نعم يساوي. لحظة ما تقولش إن النتيجة. هاي انجز العمليه الان. 78 الا 25 الا 25 8 مع 5 الا 5. 8 الا 5 5 الا 5 يساوي 3 و7 يساوي الا 2 يساوي 5 53. إذا نعم 7 إلا 2 يساوي 5. لأن أنا أنهيتها كلها في البيت حتى اللي في الكتاب أنهيتها. واضحة يا عزيز ولا؟ واضحة. باه.
ثلاثة و السطر الثالث هاي يا عزيز، شنو هي العملية؟ عزيز نعم شوفوا مليح الرسم وحاول شنو هو العملية المناسبة. عندنا العدد الجملي معلوم 79، هذا الرسم أمام. عندنا العدد الطوابع الكبيرة 22، 22 عدد الطوابع الصغيرة مجهول. هاي كيفاش باش نعرفوا الطوابع؟ 22 فكر شوي، المجموعة الكبرى 79 العدد الجملي، منهم 22 طابع كبير والبقية طوابع صغيرة، كيفاش باش نعرفوا هالبقية هذه؟ شنو هي العملية؟ اثنان وعشرون إلا باه ركز معايا يا عزيز، أبغى نعطيك مثال أسهل كما عملنا بكري مع الكولجات. أنت عندك 9 أقلام، مجموع الأقلام اللي عندك 9، واضح؟ من بينهم 4 أقلام أزرق، لون أزرق، والبقية لون أحمر، أقلام حمراء، كم عدد الأقلام الحمراء؟ أنت عندك 9 أقلام، كما هنا عندنا 79، فيهم 4 أقلام زرقاء والبقية أقلام حمراء، كم عدد الأقلام الحمراء؟ شنو هي العملية اللي باش تقوم بها؟ كيفاش عرفت؟ كيفاش عملت العملية؟ عندك 9 أقلام، العدد الجملي للأقلام 9، فيه أقلام زرقاء، كم عدد الأقلام الزرقاء؟ كم عدد الأقلام الزرقاء؟ عزيز نعم كم عدد الأقلام الزرقاء؟ 4. كم قلت لك؟ 4، باش نعملوها بالأزرق. البقية أقلام حمراء، لا نعرفها، حبوا نبحثوا عليها الأقلام الحمراء هذه كم؟ كيفاش باش نعملوا العملية؟ المجموع 9، 4 زرقاء والبقية حمراء، هنا ما نعرفوهاش كم؟ 5. إيه كيفاش عرفت العملية؟ العملية لا لخاطر 5 مع 4 يساوي 9. 9 كبيرة، ما نجموش نعملو هيك، عندنا طريقة أسهل. لأن هذوما مجموعهم الاثنين 4 مع هذا المجهول، أربعة مع هذا المجهول يساوي 9 ولا لا؟ نعم. باه إذا 4 مع المجهول هذا، ركز معنا يا سينا، لحظة متبع. باه 4 مع هذا المجهول اللي نبحثوا عليه اللي هو الأقلام الحمراء يساوي 9. واضح يا عزيز؟ هذا المجموع 9 مفصل إلى مجموعتين صغيرتين،
مجموعة الأقلام الزرقاء أربعة ومجموعة الأقلام الحمراء مجهولة. إذن تم عملية نقوم بها بما أن الزوز مع بعضهم شفت تسعة. إذن عندما نطرح أي واحد فيهم من المجموع نتحصل على الآخر. كيفاش باش نعرفوا المجهول هذا؟ الأربعة نزيدوا لها واحد. كيفاش منين منين جبت الواحد؟ مجموع تسعة، مجموع الأقلام الكل تسعة. تسعة أقلام. فيهم أربعة زرقاء. كيفاش باش نعرفوا عدد الأقلام الحمراء؟ قلت لي أنت أربعة مع خمسة يساوي تسعة. ها طيب ممتاز. لكن وقت يبدأ عندنا أعداد كبيرة كما تو هنا نستحقوا عملية أخرى أسهل، لازم نستنتجوا عملية أخرى. بما أن مجموعهم الزوز الاثنين الأربعة والمجهول هذايا الأربعة مع هذا المجهول مع بعضهم تسعة. عندما ننقص الأربعة ايش يبقى؟ يبقى لنا عندما ننقص أربعة من تسعة ايش يبقى؟ حتى بالعين باش نغطيها الأربعة دول تشوفيه هاني باش نغطي الأربعة ها خمس خمس اش تشوف تو اش مازال بقى تشوف التسعة شوف وما شوف اخر نقصتها الاربعة بالتسعة شنو اللي تشوف فيه بعينك الان ما زلت تشوف في الاربعة ولا لا اش تشوف وما لا تو شوفي علامة الاستفهام هذه هيك ولا لا هذاك هو المجهول اذا باش نعرفوا المجهول نقصوا الاربعة هذه كيما عملنا تو نقصوها من التسعة تسعة إلا أربعة يبقى لنا كان المجهول يحجزنا به إذا تسعة إلا أربعة يساوي كم؟ تسعة إلا أربعة يساوي خمسة هذا كي مش قلت لي مبكري خمسة هذا كي الخمسة شفت مسألة ولا؟ إذا يساوي خمسة إذا باش نعرف المجهول الجملة كلها نطرح منها المعلوم الحاجة اللي نعرفها تسعة هو الجملة طرحنا منها الأربعة اللي نعرفوه باش نبقى المجهول اللي هو خمسة ها هو خمسة واضح واضح ايش نعملوا تو نرجعوا للجدول نتاعنا ايش نعملوا باش نعرفوا هالمجهول هذا ايش نعملوا تو السطر الثاني نغطيه 25 إذا يعني نقصها من ماذا 25 نقصها من المجموع الكل شنو هو المجموع الكل هنا الجملة كم الجملة 78 إذا باش نلقوا المجهول هذا حتى نجد هذا المجهول ايش نعمله 78 ننقص منها ولا نطرح منها هالمعلومة هذا 25 سنجد هذا المجهول واضحة؟ واضح إذن العملية هي أعود العملية ما لا ترك أعود العملية اللي باش يقوموا بها هاي الثمانية وسبعون باش نقصوا منها 25 باش نشوف كل مجهول ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون إلا 25 لا نجاوب نعم لحظة خلينا نكتب العملية وقوم بها يا
هي ياسين 78 إلا 25. 78 إلا 25. هاي قم بالعملية. حسن. 8 إلا 5 يساوي 7. 8 إلا 5 يساوي 7. لا لا. يساوي 3. 3. كم؟ 3. 3. شغل الكاميرا. حصل يا ياسين. ثم 7 إلى 2. 7 إلى 2 يساوي 5. أحسنت، يساوي 5. إذا كم عدد الطوابع الـ هذا قمنا به 53. 53 قمنا به. المستوى الثالث الآن. السطر الثالث. عزيز معنا، شغل الكاميرا. هاي. السطر الثالث، كيف سنجد عدد الطوابع الصغيرة قلنا؟ إيش نعمل ترى؟ تسعة وسبعون تسعة وسبعون تسعة وسبعون إلا اثنان وعشرون. أحسنت، أنا تو فهمت، واضحة، شفت مسألة 79 إلا 22. هاي قم بالعملية، يساوي كم ترى؟ قم أنت بالعملية. تسعة مع تسعة. لا إلا عاد. تسعة تسعة إلا اثنان يساوي سبعة. يساوي سبعة. هاي. سبعة إلا اثنان يساوي خمسة. أحسنت. فهمت توا بالباهي، الصغيرة 57، 57 طابع صغير، ونكتبها في الجدول، صلح ويا على الجدول على الكتاب يلا. خلنا نمسح هذا. هل يمكن أن نذهب إلى الحمام؟ نعم، يمكن ذلك. هاي ياسين معنا. نعم. به. هاي خذوا الصفحة الموالية. ذهبنا. فتحت الصفحة الموالية. نعم. به. شوفوا مليح، انا قالوا لكم الموعد الساعة يوم الغدوة ما 18 19 من يعني من 8 إلى 9. نعم. قالوا لكم على غدوة السبت. ها؟ لا. لا. وعندنا ساعات. ال
من التسعة للثمانية شنو؟ من الثمانية للتسعة شنو؟ وقت وقت شنو؟ هاي ياسين شغل الكاميرا ياسين. خذوا صفحة الموالية سيدي. غدوة نقرأ من 8 للتسعة في الصباح ولا في ال صفحة 22 صامتة ليلا. غدا ليس لدي رياضيات. ماذا؟ غدا لدينا حصة فرنسية الليل صباحا. ما هو على كل تو يعلموكم بالوقت. ها صباحا أحسن. صباحا صباحا. اقرأوا في اقرأوا في كم؟ لا لا بالنسبة للرياضيات مساء مش صباح. هاي اقرأوا في صمت الوضعية استكشفوا. قراءة صامتة. انهيت. لا انهيت. راح اقرا يا عزيزي. حمولة هذه الشاحنة 99 صندوقا. شحن العمال على متنها 38 صندوق رمان و32 صندوق سفرجل. نعم. بصر. ما هو عدد الصناديق التي الصناديق التي شحنها العمال؟ احسب عدد الصناديق الناقصة الصناديق الناقصة بطريقتين مختلفتين. نعم. أعد القراءة يا ياسين. شغل الكاميرا. شغل الكاميرا قبل ذلك. حمولة هذه الشاحنة 90 صندوقا. شحن
العمال على متنها 38 صندوقا صندوق رمان و 32 صندوق سفرجل. سفرجل. ما هو عدد الصناديق التي شحنها العمال؟ أحسب عدد الصناديق الناقصة بطريقتين مختلفتين لتكتمل لحظة من الشاشة تكتمل الحمولة. الحمولة. مش عزيز راك انتبه يا عزيز معنا، هل هنالك كلمة ولا هي مش مفهومة؟ لا. إذا على متنها، ما معنى على متنها؟ شحن العمال على متنها. على متنها تعني عليها. عليها ولا فيها وسطها داخلها كما هنا في الرسم أمامكم على متنها. إذا العمال وهم يشحنون الشاحنة بالصناديق. واضح؟ واضح. به. السؤال الأول، ما هو عدد الصناديق التي شحنها العمال؟ ما هو عدد الصناديق؟ من يقرأ الجملة المتعلقة بهذا السؤال؟ أنا أعرف. يا عزيز أقرأنا الجملة اللي فيها مساعدة تساعدنا على حل هذا السؤال. ما هو عدد الصناديق التي شحنها العمال؟ حمولة هذه الساحة شاحنة 90 صندوقا. لا يا عزيز، شوف لو نسأل سؤال آخر، ماذا شحن العمال في الشاحنة؟ أجبني. شحن العمال رمانا و وسفرجل. كم عدد صناديق الرمان؟ صناديق الرمان 38. 38 صندوق رمان. ياسين، كم عدد صناديق السفرجل؟ السفرجل 32. سألونا سؤال، قالونا ما هو عدد الصناديق التي شحنها العمال؟ ما نوع العملية هنا التي سنقوم بها؟ عملية جمع. جمع. عزيز معنا ولا لا؟ نعم. شحن العمال 38 صندوق رمان و 32 صندوق سفرج. كم عدد الصناديق التي شحنها العمال؟ هي عملية جمع، ترى قوموا بها على اللوحة. إذا السؤال الأول على اللوحة بسرعة، صحيت وين؟ عاملها عمودية. عدد الصناديق التي شحنها العمال، فهمتش؟ صندوق على اللوحة عمودية. هاي شغل الكاميرا يا ياسين. هاي عزيز انهيت.
نعم. هيرفع اللوحة؟ ارفع اللوحة. لحظة. سبعون. أحسنتما، صحيت وين؟ شنو العملية عزيز؟ اقرأ ترى. ثمانية مع اثنان يساوي لا اقرأ لي العملية كاملة الساعة 38 باش نكتبها هنا. 38 مع اثنين 32. نعم. يساوي 70. يساوي 70. 70 صندوقا، الوحدة هي صندوقا. 70 لحظة. سبعون صندوق. فهمت شلش كل حال مش بتت. سبعون صندوقا بات مش تبقى هنا واحدة صندوقا صا نرمزوا لها بصا صندوقة سبعون صا يعني سبعون صندوق بات. السؤال الثاني الآن شكون يقرأ السؤال الثاني؟ أنا يا ياسين. ياسين نعم اقرا ياسين. اقم بما لا لا ما زال سؤال ثاني في الوضعية الأولى. احسب عدد الصناديق الناقصة بطريقتين مختلفتين لتكتمل مش كمل الحمولة لتكتمل الحمولة. نعم كم حمولة هذه الشاحنة؟ 90. 90 وكم حمل بها العمال؟ 70. إذن كم ينقص عدد الصناديق الناقصة؟ 30. كيفاش عرفت؟ لأن سبعة مع عشر سبعة مع ثلاثة يساوي عشرة. فكروا شوي. فكروا شوي. لأن سبعون سبعون مع عشرون. العملية العملية أحب العملية كيفاش؟ عملية عمودية. عدد الصناديق الناقص كيفاش باش نحسبوه؟ عملية هي حمولتها 90 حمل بها العمال 70. عملية تذكروا المجموعات وكما كنا نقوم توا في الجدول نستنتج العملية عملية جمع ولا فرق؟ هي 92 هي قلت 90 روح حطينا 70 اذا طبق كان 90 قلنا 70 هاي عزيز ما هي العملية؟ ال 20 70 70 اي انتم الاثنين عشرون نحن سنبحث على 20 انتم الزوز قلتوا هكا باش نقولوا كيفاش فكرنا احنا اش فكرنا قلنا الناقصه معناها هكا في ذهننا اش قلنا قلنا 70 مع كم يساوي 90 ما قلنا هكا ولا نعم نحن سنبحث عن الكم هذا المجهول 20 كيفاش عرفت؟ لأن 70 مع 20 يساوي 90 باه تذكر منذ قليل يا عزيز وقت اللي يبدأ عندنا أعداد كبيرة ما زلنا باش نقروا بيكبروا الأعداد كيفاش نعملوا؟ ما هو عندنا طريقة تعلمناها كيفاش نعملوا؟ نفسخوا 70 من ماذا؟ نقص 70 من ماذا؟ من التسعين
هكا سهل العملية واضحة. هذا المجموع الكل الجملة 90 ننقص منه 70، سنجد هذا الكم المجهول. واضحة يا ياسين ولا لا؟ واضح. إذن شنو هي العملية للبحث عن عدد الصناديق الناقصة؟ خلنا نمسح هذا الساعة. إذن 90 إلا 70 إلا 70، هذه نحفظها كيفاش نعمل؟ إلا 70 عفوا يساوي إلا 70 يساوي 20 يساوي 20 هكذا. هذا تكون إذا عدد الصناديق ناقص 20. باهي، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي عملية جمع. لحظة، كيفاش نعملوا؟ إيه؟ 70 مع 20 يساوي 90. كيفاش عرفتها 70 مع 20؟ كيف أعرف؟ ال 20 لأنها من الطريقة الأولى 90 ناقص 70 يساوي 20. لا، لما تو ما نعرفوهاش، حتى الطريقة الأولى ما نعرفوهاش. نعتبروا أن روحنا أنفسنا ما نعرفوهاش الطريقة الأولى. بحثنا بالطريقة الأولى لقينا هيك 90 إلا 70 يساوي 20. الآن بطريقة ثانية نحب نعرف. طريقة ثانية؟ كيف عرفت؟ لأن لحظة يا ياسين، خلينا نفكر شوي، نتعودوا أن نفكر شوي. هذه الطريقة الأولى انهينا منه. توا الطريقة الثانية، فكروا شوية. نفترض أنا ماما حملوا فقط كان صناديق الرمان هكا ولا؟ نعم. هاي نعم. شنو نعملوا؟ صناديق ناقصة، شنو هي العملية اللي نقوموا بها؟ 90 لا عملية. نفترض أنهم حملوا فقط صناديق الرمان فقط، ما ثماش سفرج. نعم. ونريد أن نبحث عن عدد الصناديق الناقص. ناقصة. كيفاش نعمل؟ الصناديق الناقصة هي 20 صندوق رمان. صندوقين رمان. حمولتها كم؟ حمولة الشاحنة كم؟ 90. كم عدد صناديق الرمان؟ كم عددها؟ نعم، صناديق الرمان. صناديق الرمان 90 هذا يكون 38. إذا إلا نطرح الساعة صناديق الرمان إلا 38 يساوي كم؟ ترى قوموا بالعملية. حسنا، شوف أنا أصبر عملية سرعة. 90 إلا 38 نستخدم الطريق العمودي لكي نعرف إلا ما مش نبدو فيها رغم ما زالت، ولكن أسف صفر ناقص 8 يساوي 8. لا لحظة، صفر. لا أنا جاي هاي. صفر ناقص 8 إذا عش عنا صفر ناقص 8 يساوي 8. ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن. عزيز
شغل الميكرو. ممكن؟ لا مش ممكن. باهي يا ياسين. عزيز شغل الميكرو يا عزيز. نعم. صفر إلا ثمانية ممكن ولا مش ممكن؟ صفر إلا ثمانية لا. لا مش ممكن. عم بطلوا ما نعملوش عملية. لا نعم. نحطه. تم حل. تم طريق. معناها تم طريق. إذن هنا أزيد واحد. شتولي عندنا بجانب الصفر شتولي عندنا عشرة. عشرة. نعم تزيد واحد. تصبح عشرة. إلا ثمانية. لا ثمانية. عشرة إلا ثمانية. عشرة إلا ثمانية يساوي ثمانية. صفر. لا عشرة يساوي اثنين. اثنين. عشرة نقص منهم ثمانية يبقى اثنين. أو باليد. شوفوا ما عشرة إلا ثمانية يبقى اثنين. الآن ذلك الواحد اللي زدته سأرجعه هنا لثلاثة كأني تسلفته. يلزم نرجع حاجة تسلفناها نرجعها. إذا هنا لثلاثة تصبح عندي أربعة هنا. ما واحد أربعة. تسعة إلا أربعة. تسعة إلا أربعة. يساوي خمسة. خمسة. عزيز. تسعة. نعمله بالأصابع ولا بالخطوط؟ بالأصابع أو الخطوط. تسعة بالأصابع سهل إلا أربعة يبقى خمسة. شوفوا ما في اليدين. إذا كم بقي؟ كم بقي خمسة. اثنان. اثنان. كم بقي؟ هي نتيجة. اثنان وخمسون. باه باش نكتبوها هنا اثنان وخمسون. تابعوا لي. 52 صندوق. باه نمسح ضمة. إذا حملوا الرمان. حملوا الرمان. فبقيت حمولة الشاحنة ناقصة 52 صندوق. ثم ماذا حملوا؟ أي ثم ماذا حملوا بعد ما حملوا الرمان؟ عزيز. عزيز حملوا 38 صندوق من الرمان. فبقيت الشاحنة ناقصة 52 صندوق. اش حملوا بعد الرومان هم؟ بعد الرومان حملوا ماذا وضعوا في الشاحنه؟ صفر جلل. كم من صندوق؟ صندوق الصفر جلل 32. اذا كيف كيف زادوا حملوا 32 صندوق. اذا العمليه الثانيه باش نقوم بها شنو هي؟ ما ينقص لنا تو 52 صندوق. مازال ينقص الشاحنه. زادوا نقصوا هما 32 صندوق سفرجل. اذا مش تولي 52 ماما الا الا صناديق السفرجل اللي هي كم؟ 32. اذا يساوي راه قوموا بالعمليه هذه شوفوا كم صبوره رقمه بها سهلة عاد هذه يلا عمودية حسن عمودية حسن سهلة على الكراس على اللوحة على اللوحة.
رأيت أخلص. هاي كم وجدت؟ كم وجدنا؟ 20. 20 شفتوا، هذاك اللي نبينا في الطريقة الأولى، 20 صندوقا. ها عشرون صندوق. اثنين وخمسين صندوق إلا 32 صناديق السفرجل. سنجد 2 إلا 2 يساوي كم عزيز؟ 2 إلا 2 يساوي 0. 0 ثم 5 إلا 3. 5 إلا 3 يساوي 2. إذن كم عدد الصناديق الناقصة؟ 20. أولا بالطريقة الثانية وجدنا 20 أيضا، 20 صندوقا. إذن 52 إلا 32 نكتب هنا 20 صندوق. 20 صندوقا. هذه بالطريقة الثانية طرحنا عدد صناديق السفرجل حتى لنوصلنا للعشرين. في الطريقة الأولى جمعنا عدد الصناديق الجملي اللي هو 70، طرحناه من الجملة كل من حمولة الشاحنة فوجدنا 20. واضح؟ واضح. مفهوم ولا عزيز؟ نعم. نعم ياسين واضحة؟ واضحة. طيب بك ننتقل للوضعية الموالية. باش نقراها وباش تقوموا بها في المنزل. منزلي عمل منزلي هنا باش تكملوا جملة هذه. لاحظي المجموعة الكبرى هنا كم بها من عنصر؟ المجموعة الأولى 12. نعم 12 مقسمة إلى مجموعتين، مجموعة أولى فيها 6 وأنتم باش تكملوا الناقص، المجموعة الثانية كم عدد عناصري؟ وهكذا هي 6 ناقص. واضح. هي 6 نفس الشيء هنا المجموعة الكبرى كم فيها الحالة الثانية يا عزيز؟ نعم. المجموعة الثانية كم بها هنا؟ كم بها؟ المجموعة الكبرى 25. 25 عندنا مجموعتين مقسمة إلى مجموعتين، مجموعة أولى فيها 11 مجموعة ثانية تكملون أنتم عدد عناصره. ثم هنا الحالة الثالثة أنتم تختارون عدد عناصر المجموعة الكبرى وتقسموها إلى مجموعتين. واضح؟ ثم الوضعية الثانية يتسع مأوى سيارات ل 58 سيارة. عد سليم ذات يوم من السيارات الراسية يعني الموجودة في المأوى فوجدها 43 سيارة. احسب عدد الأماكن الشاغرة يعني المأوى هذايا قداش ينجم يهز من سيارة أخرى مازال، عدد الأماكن الشاغرة يعني الفارغة. واضح؟ هذايا زوز قوموا بهم في المنزل. حسن. متفقين باش تصلحوهم يوم الحصة القادمة إن شاء الله. باهي. حسن صحيت ويعطيكم الصحة. حصة اليوم انتهت، إن شاء الله ما تكونوا ما تعبتوش، تعبتوا شوية. لا. ها؟ لا. باهي يا عزيز صحيت، يا ياسين أحسنت. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء، أحسنتما.